في الرياضة، ضرب ريال مدريد الإسباني موعدا مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الدراماتيكي على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفه في إياب نصف النهائي. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بإنجلترا الأسبوع الماضي انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف لثلاثة ليظفر الريال بورقة الترشح للمباراة النهائية عقب فوزه بستة أهداف لخمسة على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.